رحلتنا مع شيف هلا لفرنسا والمطبخ الفرنسي. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه شيف. بونجور ساره. بونجور. صراحه اليوم حتى اللوك فرنسي. لا اليوم اخبارنا حلوه وفعلا هذا المطبخ مهما حكينا عنه المطبخ الفرنسي ما منو في حقه. قد ما هو عمل تاثير على المطابخ عالميا، صار يمكن اي شيف او اي شخص بحب الاكل وقرا الكتب اصول المطبخ بيرجع للمطبخ الفرنسي. يعني حتى في كثير مسميات نحن كشيفس بنستعملها من المطبخ الفرنسي سواء بنحكي فرنسي او غيره. فغير وعمل نقله نوعيه كثير بالمطابخ عالميا، اثر على كل شخص بحب المطبخ. بس في شيء كثير حلو قريته عن المطبخ الفرنسي وتأثيره حتى على الناس اللي بتستمتع بالأكل. بيقول لك خبراء من منظمة يونسكو عطوا المطبخ الفرنسي، قالوا له بيأثر على تراث الإنسانية الثقافة الغير مادية. يعني جمع هو المطبخ الفرنسي بيجمع الناس للاستمتاع بالأكل وبالطبيعة وبالجمعة مع بعض بأسلوب غير مادي. يعني مو ما اعتمدوا على المظاهر وعلى الاجتماعات اللي بتكون مجرد 10 دقائق أو ربع ساعة. فبتشوف الفرنسيين بشكل عام من الناس اللي بيستمتعوا بوجبة الغداء ممكن توصل مدتها لساعتين. نشبه العرب شوي يعني. نفس الفكرة، هي فكرة الاجتماع يمكن على أوقات يعني على صحة هم يأخذون الموضوع كأنه صح. يعني متعة يعني متعة. بالضبط. ويمكن من عندهم بدأ مسألة غداء عمل عشاء عمل. هي الفرنسيين كتير تأثرنا فيهم بطبيعة الكلتشر أو حضارة أكلهم، لأنه مثل ما بنقول مثلا إذا ساعتين أكل هنا عندهم 3 وجبات باليوم، ما بيأكلوا سناكس كتير على فكرة. يعني ما في أنه كل شوي أكل، هي الفطور لازم يكون مهم، الغداء هو أهم من العشاء صح. ومن هيك بياخذوا وقتهم فيه وبيجي العشاء كخفيف ووجباتهم بتكون قليلة. من هيك كما بنقول لما نروح على فرنسا عندهم الزبدة والجبنة والكروسان والباجيت والأخباز وكل شيء، بس كلهم ضعاف أو محافظين على جسمهم. صح. أهم سبب لهالأسباب أنه هن أكلهم وجباتهم خفيفة وعندهم بتحركوا كتير ونوع المكونات اللي بيستعملوها كتير مميزة. والله يمشوا يا هلا ماشي. أنا يعني خاصة باريس كنت أروح مع ماما كتير من جد ياكلوا بس يمشوا مرة كثير. صح. خليني أخبركم شوي عن المنتجات المهمة الفرنسية. وما فينا نحكي عن فرنسا وما نبدأ بالأجبان. بيقولوا لك الأجبان بفرنسا إذا بدنا نعد عدد الأجبان ففي نوع جبنة واحد لكل يوم بالسنة. يعني فينا نحكي عن 365 نوع من أنواع الأجبان. واو. بفرنسا. نحن هلأ عم نشوف هون روكفورت تشيز أو اللي هي الجبنة اللي عادة بنسميها الزرقاء. في كتير ناس بتقول الجبنة المعفنة، هي أبدا، هي بالعكس. يعني يمكن نحن بنسمعها كتير هلأ البلو تشيز بيقول لك جبنة معفنة، هي مو معفنة، هي جبنة طبعا تعالجت بطريقة معينة لحتى نحصل على هذا الطعم اللي هي ما نحن نسميه روكفورت تشيز. أو إذا كانت يعني معمولة على أصولها بتكون فعلا من الأجبان الرائعة. وبنرجع بنحكي عن إذا حكينا عن الأجبان ما بنقدر نطول كتير لأنه بلشنا نجوع. هنحكي أكتر عن الكروسان، لأن يمكن من الأشياء اللي بنشوفها دايما بشوارع فرنسا الكروسان، واللي بيجرب الكروسان بفرنسا ما بيقدر يأكله بمكان تاني. أنا في فرنسا نقطة ضعف الكروسان، مستحيل فجأة بصير 5 في اليوم. صح. من غير مبالغة، على قد ما هو خفيف ترجع بلدك تقولي أنا ليش تخنت لأنه كله زبدة. صح. على فكرة الكروسان فعلا من المنتجات اللي بتكون تعتمد على نوع الزبدة، لك لازم يكون كتير مميز. طريقة تحضير الكروسان كتير فيه تقنيات عالية كتير، فما بتقدر أي شخص يقدر يحضنهم. ليه نحن ما بنقدر نعمل نفس النتيجة؟ لأنه بدنا المنتجات تكون فرنسية أصلية، يعني نوع الزبدة، طريقة التحضير ونوع الفرن وكيف هو، ترى بده بال طويل. يعني هي عبارة عن عجين وزبدة، عجين وزبدة، عجين وزبدة، وبتنلف ومثل ما شفنا قبل شوي بتتحضر بطريقة فعلا هيك مميزة. فبيطلع لنا ناكل 4 و5 لما نروح على فرنسا. بس المشكلة ما بنكتفي بس بالكروسان، في عندك الباجيت كمان. والباجيت هو نوع من انواع الخبز الفرنسي التقليدي، وبيقولوا لك انه بيطلع عالم بالسنه الواحده بيخبزوا 10 بليون حبه باجيت. سو 10 بليون حبه باجيت بالسنه. والباجيت الجيد الفرنسي لازم يحتوي على 3 مكونات بس. يعني احنا بنستغرب بنشوف الباجيت بنقول يا الله صعب، كيف بحضروه كيف بيعملوه. لازم يحتوي على 3 مكونات اللي هو الطحين، الخميره والملح. يعني ما في مكونات أكثر، ما في طعمات زيادة، ما في زيت، ما في زبدة. فالباجيت فعلا يحتاج تقنيات عالية. وهلأ بالفترة الأخيرة صرنا حتى نحن كشيفس بنحكي مع بعض نقول زبط معك الباجيت أو قدرت تتقن ريسيبي الباجيت، لأنه هي من الوصفات اللي صعبة، لأنه لازم تكون مقرمشة من برا وكتير طرية من جوا. فهذا اللي أحيانا نحن بناكله من السوبر ماركت اللي معجن ما بيزبط معنا.
أنا أستغرب أوقات إنه في البراندز تكون فرنسية جايبينها مثلاً هنا في الإمارات في المولات بس ما يضبطوا الباجيت، مع إنه هي نفس البراند، فما أعرف إيش المشكلة. أول شيء روح البلد دائماً بتاخدك بشكل غير، بس إذا بدنا نحكي بالتقنية أكثر، نوع الفرن ونوع المكونات وطريقة الحرارة، والشيء اللي كتير أهم من كل هذا الرطوبة الطقس. نحن في كتير وصفات بدول الخليج ما بتزبط معانا بسبب رطوبة الجو، بتحتاج أحياناً جفاف أو تحضير يعني أتموسفير أو بجو مختلف، فالرطوبة هي اللي بتأثر. طيب حأخذكم شوي هلأ على طبق يمكن مختلف، كلنا بنعرف الباجيت والكرواسان والأجبان والزبدة، بس في طبق أنا من الأطباق اللي بحبها كتير اللي هو الإسكاغو أو الحلزون. الفرنسيين هن يمكن من أول اللي نشر وصفة الحلزون، بيطلع له مواسم معينة بالسنة طبعاً، له طريقة غسل وتحضير، بس الوصفة اللي معروفة بفرنسا هي الإسكاغو مع الزبدة والكزبرة والثوم، تكون محشية بطريقة معينة. وبدي أنصحكم هيك نصيحة، ما كتير تتخوفوا من هاي الأكلة، يعني هي ترى كتير طيبة، مرة طيبة، طيبة كتير، وخاصة حتى يعني نحن موجودة عندنا متوفرة صارت بمطاعم كتير. بس تخيلي كم عدد حلزون بيعملوا بالسنة الفرنسيين؟ كم؟ 500 مليون حبة حلزون. يا الله كثير. أي من الأكلات اللي أكيد دونهم يعني أي الحلزون، يلا واحدة ورا واحدة. لما بدنا نحكي عن المطبخ الفرنسي كمان ما بنقدر، يعني حكينا شوي عن الفن الفرنسي، المطبخ الفرنسي، والمطبخ الفرنسي انقسم ما بين مطبخ ساخن اللي هو المطبخ المالح، أو مطبخ البيستري أو اللي هو مطبخ الحلويات. وتخصص مطبخ الحلويات بيجي بكتير وصفات مشهورة كتير عنا، من أول وصفة ترى عبالنا المكرون اللي هو يعتبر تحدي كمان لنجاح الوصفة. وبجاوبك على سؤالك هاني قبل شوي إنه أو سارة، لما كنا عم نحكي إنه ليه في وصفات عنا ما بتطلع بنفس النتيجة، لأنه المكرون مثلاً من الوصفات اللي لازم تكون بمكان جاف كتير، يعني أول ما يتتعرض لجو رطب على طول بتصير ما أنا بنفس الكرانشينسك والأرمش اللي نحن متعودين عليها. صحيح. فالمطبخ الحلويات الفرنسي علمنا تقنيات معينة أثرت علينا كلنا، انتشرت كتير، وصرنا هلأ عنا هاي ثقافة المكرون اللي صارت الناس تفنن، حتى دخلنا طعمات عربية مثل الفستق والزعفران والتمر بالضبط. فكل هاي يعني صارت تداخل، هذا اللي بنسميه نحن الفيوجن. صحيح. دمج المطابخ، يعني أخذنا تقنيات فرنسية دمجناها مع أكلات أو طعمات عربية. ومن المكرون رح أخذكم على كمان نقطة ضعف اللي هي الإكلير. الإكلير كمان من الوصفات اللي بتتحضر بالبيض والزبدة، وإلى تقنية معينة يمكن لازم شارككم فيها بشي مرة على الهواء. الإكلير وصفة ما كتير صعبة، بس كمان بتحتاج فرن معين. بتعرفوا نحن عنا الفرن هون مختص. الفرن هو اللي بيخليها مثل ما شايفين هلأ تنتفخ بطريقة صح. لحتى تترك جزء من برا مقرمش ومن جوا يكون فارغ، بيكون مثل من هواء من جوا. بتقدر نحشيها بعدين بكاسترد وبتتغطى بشوكولاتة سائحة. الإكلير ما تحسوا بالدم لما بتاكلوه. على فكرة الإكلير ما هو من الحلويات اللي كتير دسمة، لأنه هو يخبز ما بينقلها، ما فيه كتير نسبة دهون عالية، خفيف، ما يعني من الحلويات اللي ما كتير منحس بتأنيب الضمير لما بناكلها. يمكن بس نحكي عن كل هالحلويات وكل هالتقنيات مستحيل نخلص، يعني أنا عن نفسي بدي حلقة ساعتين اليوم نحكي عن المطبخ الفرنسي. مطبخ عريق حقيقة. وبدنا نقول كمان حتى يعني قد ما حكينا عن الحلا، في شغلة عن الفرنسيين إنه قديه عندهم حلويات وقديه نحن مثلا بالنسبة لنا نقطة ضعف، بس البيت الفرنسي ما بيخلى من الفاكهة. فدايما من عاداتهم إنه دايما في بعد الأكل في عندهم فاكهة. وتعتبر نوع من أنواع الحلويات. يمكن أكثر ما يميز المطبخ الفرنسي غير الأصناف العديدة عندهم هو ثقافة التقديم والقعدة بالمطعم. صحيح. والجو الحلو هذا، هلا الاتيكيت هذا الرائع. فعلا.